صباح الخير يا سنة تانية، يا رب تكونوا كويسين. النهاردة إن شاء الله هنستكمل كلامنا عن بطليموس الأول سوتر كمؤسس للمملكة البطلمية. هنتكلم على الـ external policy of Ptolemy the first Soter as a king. احنا قلنا ان عصر بطليموس الأول بينقسم لقسمين أو شقين، وجوده في مصر كساتراب أو كوالي، وبعد كده وجوده في مصر أو يعني ظهوره في مصر وفي الوثائق وعلى مناظر المعابد كملك مستقل. فإحنا النهاردة هنتكلم على الـ external policy of Ptolemy the first، السياسة الخارجية. أنتيغونوس، فاكرين أنتيغونوس اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو he proclaimed himself as the king or of the whole empire of Alexander the Great. Sent his son Demetrius to conquer the island of Rhodes. يعني to conquer the island of Rhodes يعني ان هو يحتل جزيرة رودس، وهي احد الجزر اليونانية اللي كان لها اهمية كبيرة نتيجة العلاقات التجارية الكبيرة ما بينها وما بين مصر. فأنتيغونوس قرر ان هو يحتل هذه الجزيرة، لكن بطليموس الأول وقف مع أهل الجزيرة ضد احتلال أنتيغونس ليها، وقدر إن هو يعني يهزم جيوش أو جنود ديمتريوس. واعترافا بالجميل، أهل رودس سموا أو أطلقوا كلمة سوتر التي تعني سيفير أو المنقذ على بطليموس الأول، لأنه هو أنقذهم من احتلال أنتيغونس للجزيرة بتاعتهم، وبدأوا يقدموا الهدايا والعطايا لبطولومي لأنه هو اللي أنقذهم من أنتيغونس. وزي ما قلنا إن رودس، أهل رودس أو جزيرة رودس، كانت من الجزر المهمة جدا اللي لها علاقات كبيرة جدا مع مصر من الناحية التجارية. يبقى رودس as we said before was one of the most important centers for trade. What is the meaning of trade؟ يعني تجارة. Of the Egyptian grain، يعني كانت أحد الأماكن اللي تصدير القمح المصري، اللي احنا قلنا القمح المصري كان ليه أهمية كبيرة في هذه الفترة. And a transit center for all goods shipped to Egypt. يعني إيه transit center؟ يعني مكان لاستراحة البضائع اللي جاية من برا مصر لجوه مصر. يعني هي كان ليها رودس، كان ليها دور مهم بالنسبة لمصر في الاستيراد والتصدير، البضائع اللي داخل مصر والبضائع اللي خارجة منها، اللي هي أهمها القمح المصري. Ptolemy sent military aid. يعني أي military aid؟ يعني مساعدة عسكرية، military assistance to the Rhodians who could defeat the troops of Demetrius. Therefore, the Rhodians called Ptolemy the first soter, which means the savior. They offered their honor to Ptolemy, who built up strong commercial relationships with Rhodes. After the death of Antigonus, Antigonus met, Ptolemy gave the authority on part of Syria, which was called Ptolemaic Syria, أو سيلي سوريا. جزء من سوريا أصبح تحت إمرة بطليموس، وإحنا قلنا أن مصر امتدت سيطرتها ناحية الشرق وناحية الغرب، ناحية الغرب ناحية جزء من ليبيا اللي احنا سميناها قورينا أو سيرينايكا، وناحية الشرق أخذت مصر جزء أو سيطرت مصر على جزء من سوريا، وكان لها أهمية كبيرة جدا هذه المنطقة من سوريا. سيليوكس اللي هو كان بيحكم في الجزء بتاع سوريا نفسه، receive the rest of Syria. يعني زي ما قلنا ان سوريا بمعناها الحديث اصبح الجزء الاكبر منها تحت امرة سليوكس، وفي جزء صغير كده دلوقتي هنشوفه على الخريطة اصبح تحت سيطرة بطليموس الاول. سليوكس receive the rest of Syria from Euphrates، Euphrates اللي هو نهر الفرات، till the Mediterranean Sea. ادي سوريا، ادي الخريطة اهو يا شباب، وادي الشريط اللي احنا بنقول عليه سيلي سوريا. خلاص تمام. Ptolemaic Syria was also known as Syria of Phoenicia. سوريا من فينيقيا او سوريا الفينيقية او سيلي سوريا، was the second largest forest possession of Ptolemy outside Egypt after Cyrenaica. هي اكبر مستعمرة
هي أكبر مستعمرة سيطرت عليها مصر البطلمية بعد منطقة سيرينايكا اللي هي بتقع في ليبيا. بطولميك سيريا was an important source of cedar trees. cedar trees اللي هو شجر الأرز. شجر الأرز كان ليه أهمية كبيرة جدا في صناعة السفن، في صناعة الأساس، لأن مصر معروفة من زمان جدا إن هي شوية فقيرة في إنتاج أنواع جيدة من الخشب. فالcedar trees دوت كان مهم جدا للصناعات كتير جدا داخل مصر. and many agricultural products such as grain, oil, wine to Egypt. Moreover, Egypt gained authority on the caravan trails. Caravan trails اللي هي الطرق التجارية, the known spice routes, خصوصا اللي هي الطرق اللي كانت بتستخدم لتصدير واستيراد التوابل المختلفة من منطقة الهند بقى, which began in Saudi Arabia and ended in Koli Syria أو Sili Syria. يعني هو من خلال سيطرته على منطقة سولي سوريا أو بطولميك سوريا قدرت مصر تتحكم في طرق التجارة من وإلى منطقة إيه؟ منطقة شبه الجزيرة العربية كلها. ده شكل خريطة. استقرت أخيرا المملكة البطلمية زي ما قلنا آدي سيرين احتلت أو يعني امتد تاريخ البطلمية كينجدم لسيرين أو سيرينايكا, والجزء الثاني في منطقة سيلي سوريا. In 294 or 295, مش متأكدين قوي بس هو في الفترة دي, Ptolemy finally gained power on the island of Cyprus. أخيرا برضو امتدت سيطرته على منطقة قبرص, which was remarked with its geographical location and natural resources mainly metals and agricultural products. يعني ايه؟ سيبروس برضو كانت احد الجزر اليونانية المعروفة ان هي غنية بالتعدين او المعادن المختلفة, فعشان كده مصر كانت يعني بتسعى دايما ان هي تسيطر على منطقة قبرص او جزيرة قبرص. بطولومي also gained power on the lands of Lycia and Pamphylia, ودي اجزاء كده في اناطوليا. اناطوليا قديما هي جزء من تركيا حديثا. سيدن انتاير اللي هي صور, ودي موجودة في منطقة لبنان حديثا. طيب بالنسبة للinternal policy, الinternal policy يعني السياسة الداخلية في مصر, هل حدث اختلاف في التقسيم الإداري؟ هل حصل اختلاف في السلطات الإدارية في مصر؟ لا. There was no major changes in the administration system of Egypt. The nomes maintained to include subdivisions and villages. نفس التقسيم الإداري اللي حطه الإسكندر الأكبر ما زال موجود في مصر. The civil administration and military administration maintained to be separated in the person of the nomarchs and strategoi. معناها إيه؟ يعني احنا كان عندنا 2 strategoi in Egypt, وبرضو 2 كانوا ماسكين in military administration in Egypt. وزي ما قلنا نفس التقسيمة اللي كانت موجودة في عهد الإسكندر الأكبر. The civic administration, قلنا ان مصر كانت بتنقسم لجزئين, ده قلناها في محاضرة الإسكندر, upper Egypt Anno Egyptus, lower Egypt Cato Egyptus. Internal policy برضو ان half free royal farmers continued to own royal estates and there were great areas of land owned by the temples. لقينا ان في royal farmers, لقينا في فلاحين كتير جدا كانوا بيملكوا قطاعات زراعية كبيرة بالاضافة للاراضي المملوكة للمعابد. المعابد كانت مخصصة لها اراضي زراعية وقطاعات زراعية كبيرة جدا. The kings continued to pay taxes to the high priest of Amun at Thebes. برضو الملوك استمروا على عادة يعني العادة المصرية القديمة ان هما بيدفعوا ضرائب او حاجة سنوية كده لكهنة امون في منطقة طيبة. عندنا يعني حاجة مهمة جدا طبعا, ودي حاجة منطقية. The increasing number of Greeks settled in Egypt by the time of Alexander the Great. يعني احنا عندنا عدد كبير مع الزمن توافد لمصر من اليونانيين, وده أدى لثلاث حاجات. أول حاجة the increase in the new Greek settlements in Egypt. أصبح هناك أكثر من مدينة يونانية أو أكثر من مدينة يسكنها اليونانيين في مصر. A Greek held important administrative and economic position. بدأ اليونانيين يتقلدوا المناصب في مصر وأصبح هم على رأس الوظائف الإدارية. The Greek language was the formal language. يعني إيه؟ يعني أصبحت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية للبلاد.
هل معنى كده ان بقية الشعب كان لازم يتعلم، يعني كان بيتكلم يوناني؟ لا، بقية الشعب كان زي العادة، يعني اللغة المصرية القديمة بشكلها الكلاسيك كانت ما زالت بتستخدم على المعابد. يعني لو شفتوا معابد الأقصر وأسوان اللي بترجع للعصر اليوناني الروماني، هتلاقوها مكتوبة باللغة المصرية القديمة الكلاسيكية بالخط الهيروغليفي. المصريين ما بينهم كانوا بيتكلموا أو يعني بيكتبوا أكتر بالهيراطيقي. لكن اللي كان عايز يتقلد مناصب، اللي كان عايز يعني يدخل في السلك الإداري في الدولة، لازم كان بيتكلم يوناني أو يتعلم اللغة اليونانية. There were three Greek cities in Hellenistic Egypt. أصبح هناك ثلاث مقاطعات أو ثلاث مدن يعني سكنت من قبل اليونان بشكل كبير أو اليونانيين. The three Greek settlements had their own status as cities with their poly assembly. يعني إيه poly assembly؟ يعني كل عاصمة أو كل مدينة منهم كان لها حاجة زي مجلس محلي. مجلس المحلي دوت هو اللي بيدير شؤون هذه المدينة بشكل يعني محلي وبشكل مستقل شوية، ودي ما كانتش موجودة في بقية المدن. وخلي بالكو ان البولي دوت ان شاء الله بعد كده لما تدرسوا تاريخ روماني كان من اسباب بعد كده، يعني كلمة بولي ديت هنسمعها كتير وهنسمعها شوية لما نتكلم على التنظيم الاداري في مصر والكلام ده كله. فكلمة بولي معناها مجلس محلي. عندنا ثلاث مدن رئيسية. There were three Greek settlements in Egypt. أول حاجة نيقراطس، وأنا اتكلمنا قبل كده عن نيقراطس إن هي ناقم جعيف لتاي البارود، بحيرة government. Alexandria which was founded by Ptolemy the first and became the capital of Ptolemaic Egypt and Ptolemais Hermaio in Thebaid، في منطقة طيبة أو منطقة يعني مقاطعة Thebaid يعني في Upper Egypt، which replaced the Egyptian city Tinis. يعني هي احتلت أو حلت محل مدينة تنيس المصرية، ومدينة تنيس موجودة في حاليا هي منطقة جرجة محافظة سوهاج. طيب بالنسبة للمصريين ايه ظروفهم؟ المصريين كونوا ما زالوا يكونون الأغلبية السكانية في مصر. The Egyptians continued to form the demographic majority. يعني كان هم الأغلبية السكانية. Demographic يعني الديموغرافي أو السكاني. Majority يعني الأغلبية. In the society during the Ptolemaic period. Part of them formed the elite. الأغنياء منهم أصبحوا هم الإليت أو الطبقة اللي هي الإليت، علية القوم. Others were priests in the temple. معظم البريستس أو أغلب البريستس خصوصا في جنوب مصر كانوا مصريين أو يعني استمروا ان هم مصريين. The mass farmer of the farmers، اغلب او كتلة الفلاحين هم كانوا كلهم مصريين. All of which were the carriers of the traditional Egyptian culture. المصريين كونوا هم the carriers او الحاملين او المحافظين على التقاليد المصرية في مواجهة تقاليد يونانية قادمة اليهم. ادي البوتولومايك سوسايتي، الايجيبشنز في البوتولومايك سوسايتي زي ما قلنا هم دول الثلاث يعني كلاسز الرئيسيه، الفارمرز وكانوا القطاع الاكبر، بريستس ان ذا تمبل، اند ذا اليت كلاس اللي هي الطبقه العليا او عليه القوم. Ptolemy the first gave the orders to build the museum. Museum اللي هي دار العلوم والفنون في مصر كانت ملحقة بمكتبة الإسكندرية. In Alexandria to be a Greek center for teaching and research. عشان تصبح مصدر للدراسة ومصدر لنشر الثقافة اليونانية في مصر. The complete construction is credited to his son Ptolemy the second. بالرغم من كده فنقدر نقول ان بنائها واستكمالها اصبح اكتر يعني منسوب لابنه بطليموس الثاني. The library of the museum became a great institution. كانت معهد او مكان center housing hundreds of thousands of papyrus rolls. كان فيها مئات الالاف من لفافات البردي اللي فيها مختلف انواع الفنون والعلوم مدون عليها. Both the library and the museum were founded and organized by the Greek philosopher Demetrius of Phaleron. هتلاقيها في كتاب العربي اسمه واحد اسمه ديمتريس الفاليري، هو اللي يعني كان مصمم شكل الـ يعني الـ المكتبة ودار العلوم والفنون اللي هو مكتبة اسكندرية، وهو اللي ينسب للتصميم بتاعها.